حياكم الله معرض كاتس أواي هنا في المختبر الإبداعي، بنعطيكم جولة سريعة على فيلمنا القادم. البداية طبعاً السويتس عنا الحلو، احنا طبعاً ما نقدر نسوي الفيلم إلا ما نرجع على أيام الحلاوة الطيبين، فحاطين مجموعة هدايا جميلة حق الناس اللي بيجونا في المعرض. يا طبعاً أكل قطاو بعد فيه، بس بعد فيه حلاوة حق الأوادم. المهم أهم شيء طبعاً في الفيلم اللي هو الأماكن اللي موجودة في أبو ظبي. الأماكن الموجودة في أبو ظبي إحنا كنا نبغى نوثقها تاريخياً، خصوصاً فترة التسعينات. فترة التسعينات في أماكن مثل نافورة البركان، السوق القديم، الكورنيش، فيا على سكريم. هذه تعرف الأشياء التفاصيل اللي هي ما توثقت، حابين نحطها في الفيلم، إن هذه كلها تعايشناها وكانت لحظات جميلة ونبغى نعكسها في رسومنا. ننقل وياكم هني إلى مجسم خزان الماي. طبعا خزان الماي هذا موجود في منطقة البطين، منطقة بن عتيج، وهذه هني تبدأ أحداث فيلمنا. وهذه المنطقة بس للعلم هي المنطقة الوحيدة في أبو ظبي اللي ما تغيرت من 1963، وخزان الماي لا زال موجود هناك، ومن هناك تنطلق قصة. وعلى فكرة هذا المكان هو اللي أعطاني الإلهام إني أبدأ فيلمي كاتس أواي. ما في أي مشروع ما يكون فيه إلا تعاون من جهات، وأبو ظبي الإعلام كانوا سعوا مشكورين إن أعطونا لقطات من أبو ظبي القديمة. طبعاً مثل ما تشوفون هني كورنيش أبو ظبي، في مباني كانت موجودة وفي مباني اختفت، بس هذه كان مصدر إلهام مهم حق الرسامين اللي قاعدين يرسمون خلفية أبو ظبي. وهني طبعاً معنا الانترنز اللي هم شاركين معنا في هذا المعرض، شغالين على ستيج الأنيماتكس أو ستيج السكتشينج. الشخصيات اللي عندنا في الفيلم، شخصيات اللي هي راكدول، زوز، كل الشخصيات الموجودة اللي هي عزيزة علينا، اللي أنا تعايشت وياها سنتين وأنا أكتبها، الحين قاعدة أنقلها إلى الطلبة، لأن هذه هي فكرة الفيلم. فكرة الفيلم أن نحن نلهم الطلبة، نلهم الناس اللي يحبون أنيميشن، أن هذه هي فكرة الاستمرارية في الشغل. إحنا هني مسوين ستيج مسرح، نبغي نقدم فقرة غنائية بسيطة، أن الموسيقى مهمة في فيلمنا. مثل ما تشوفون هني عندنا الشخصيات كلها، وناخذ معكم لقطة أخيرة وياهم مع البروبس اللي من التسعينات اللي إحنا نحبها. We'd like to welcome you all to the world of cats. Here in Abu Dhabi, we're a city of cats, and you're going to hear a story that'll knock your socks off, because this city needs more and more cats. So come on down, let's hear your big old meow, and we're going to have a lot of fun here today.